استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة ومعالي رئيس مجلس النواب وكبار المسؤولين وعدد من الأهالي وعدد من أصحاب الإنجازات للسلام على جلالة الملك المعظم. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفنا أن نرحب بكم في هذا الجمع الطيب، وخير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله العظيم. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بداية بجمعكم الكريم الذي نبادلكم فيه التحية والتقدير لكل ما تبدونه لنا وللبحرين القالية من مشاعر الولاء والمحبة، ويسرنا أن نلتقي بكم لنحتفي بإنجازاتكم التي أدخلت على نفسنا الفخر والسرور، وبما يجدد لدينا الأمل الواثق بالله أولاً
وبالمستقبل الواعد لهذه البلاد المعطاة والحاضنة لكل مسعى مخلص، كما أتوجه بشكري الخاص لحفظة القرآن الكريم، وأسأل الله أن يبارك فيهم وينفعهم فيما حفظوا، والذين نعتز بتواجدهم بيننا اليوم لينالوا التكريم على ما أنجزوا. وفي مثل هذه المناسبة المباركة نشد على يد كل مجتهد يحرص على استمرار الأعراف والتقاليد الأصيلة في الخدمة الوطنية، وكما ورثناها عن الآباء والأجداد الذين كتبوا بدورهم أروع قصص المجد وتعلمنا منهم أبلغ المعاني في نيل المعالي، وأنها لسيرة مجيدة تجعل من البحرين موطنا دائما للسلام والوئام، بدفاع عن قيم التعايش والتسامح، وبالتمسك بمواقفه الثابتة من أجل استقرار ورخاء مجتمعاتنا الإنسانية، وأننا لنفخر بكم وبكل إنجاز وطني يجعل من شرف خدمة الوطن الغالي هدفه الأسمى، وننظر لجميع هذه النجاحات كالزاد الذي يقوي روح الانتماء ويثري العطاء، ونحن نتجه للغد المشرق بكل تطلعاته الجميلة. وبمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، نهنئ جميع الطلبة والطالبات في الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد، ونتمنى للجميع دوام التوفيق وعاما دراسيا حافلا بالتفوق والنجاح والتميز. فأهلا وسهلا بكم مرة أخرى، مع أخلص التمنيات لكم بدوام التوفيق، وإلى لقاءات قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالسلام على المتميزين في المحافل الدولية. ثم تشرف الفائزين في جائزة البحرين الكبرى في دورتها 28، والتي تقام تحت الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، فرع حفظ القرآن الكريم كاملا، والفائزين في المسابقات الدولية بالسلام على جلالة الملك المعظم، حيث هنأهم جلالته وشكرهم على جهودهم الطيبة وحرصهم على تشريف مملكة البحرين، متمنيا لهم التوفيق. وهم عزام عبد الله صالح محمد المركز الأول، عمر حامد أبو بكر جناحي المركز الثاني، عبد الله طويرش صياح العنزي المركز الثالث، رقية عبد المؤمن محمد عبد العال المركز الأول، انشراح حمدي محمد أبو طالب المركز الثاني، فتحية علي مكي كاظم المركز الثالث، فاطمة عبد النبي أحمد مرضي. المكرمون المشاركون في المسابقات القرآنية الدولية 2022-2024 محمد سمير محمد مجاهد حاصل على المركز الأول في مسابقة بريكس الدولية للقرآن الكريم في مدينة كازان في روسيا فرع تلاوة 2024، مع جائزة القارئ العالمي في دورتها الرابعة وفي مسابقتي ماليزيا وفلسطين. محمد عدنان محمد العمري حاصل على المركز الأول في جائزة دبي الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده 2024، فرع حفظ القرآن الكريم كاملا، وفائز في مسابقة الجزائر والسعودية أمة الرحمن بديع مطهر حاصلة على المركز الثاني جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية 2023، فرع حفظ القرآن الكريم كامل.
فهد عدنان محمد فخرو الحاصل على المركز الثاني في جائزة محمد السادس الدولية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره 2022 فرع حفظ القرآن الكريم كاملا. عبد الرحمن بديع مطهر عبد الله حاصل على المركز الثالث في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره 2022. حمزة معاذ أحمد علي حائز على المركز الخامس في جائزة محمد السادس الدولية لحفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره 2022. إسراء محمود السيد حسن داود حاصلة على المركز السابع في جائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية 2022. المكرمون المشاركون في المسابقات القرآنية الدولية 2022-2024 من ذوي الهمم: نور عبد الرزاق غلام شكيب حاصلة على المركز الأول مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم 2024 فرع حفظ القرآن الكريم كاملاً. إبراهيم عثمان اليافعي حاصل على المركز الأول في جائزة الأمير سلطان بن سلمان آل سعود لحفظ القرآن الكريم 2022 فرع حفظ جزء عام بدورهم أعرب الحضور عن سعادتهم البالغة بلقاء جلالة الملك المعظم مثمنين نهج التواصل الأصيل الذي يرسخه جلالته مع أبناء البحرين الأوفياء وما يليه حفظه الله من حرص واهتمام على توفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن على جميع المستويات، مشيدين بما تحقق لبلادنا الغالية بفضل قيادة جلالته الحكيمة من منجزات عظيمة ومكتسبات وطنية شملت مختلف المجالات على مدى السنوات الماضية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. ودعوا المولى عز وجل أن يديم على جلالته نعمة الصحة والعافية وعلى وطننا المعطاء الخير والرخاء والازدهار.